الارتباك كان وما زال السمة الأبرز للحسابات السعودية الموثقة على موقع تويتر، سواء لبعض الجهات الرسمية السعودية أو لوسائل الإعلام المرئية والمقروءة التابعة لها، ولا سيما التغريدات المتعلقة بأزمتهم مع قطر. عشرات التغريدات تم نشرها على فضاء تويتر ثم حذفت لاحقا، إما لأنها تخالف توجها سياسيا أو فكريا معينا لدى السلطات السعودية، أو أنها تثير الرأي العام المحافظ، أو أنها قد تستخدم كأدلة في أي نزاع قانوني محتمل، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. هذا الارتباك لا يبدو جديدا بالنظر إلى عمر أزمتهم مع قطر، ففي أول يوم للأزمة حين أصدرت دولة قطر بيانا أكدت فيه تعرض موقع وكالة الأنباء القطرية للقرصنة، نشرت حسابات عدة منها حساب قناة الإخبارية السعودية رد الفعل الرسمي القطري على جريمة القرصنة، ثم اضطرت جميعها إلى حذف التغريدة حين صدرت إليهم تعليمات تطالبهم بالحذف. حساب صحيفة الرياض وكذلك حساب الإخبارية الرياضية وقناة الإخبارية وغيرها نشرت تغريدات تؤكد حجب قنوات بي إن سبورت في السعودية، وروجت بالمقابل لإطلاق قناة القرصنة بي أوت كيو كبديل مجاني داخل السعودية، ثم اضطرت جميع تلك الحسابات إلى حذف التغريدات حين شعرت بأنها قد تستخدم كأدلة دامغة على تورط السلطات السعودية في التعدي على حقوق البث لمجموعة بي إن سبورت داخل المملكة. تغريدات أخرى تضمنت أكاذيب تتعلق بالقيادة القطرية وتسيء إلى الأعراض والرموز القطرية إساءات بالغة لم تراعي حرمة الدين أو الأدب أو القيم العربية الأصيلة، وتخلط عمدا بين ما هو سياسي وما هو غير ذلك، لكن سرعان ما تم حذفها أيضا من فضاء تويتر، وامتد الأمر ليشمل الكذب بحق مؤسسات قطرية تؤدي واجبها الإنساني في خدمة النازحين واللاجئين. في الأزمة الأخيرة لاختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول، نشر حساب صحيفة عكاظ السعودية تصريحا منسوبا للقنصل السعودي في اسطنبول يؤكد فيه أن كاميرات المراقبة في القنصلية لا يمكنها تسجيل حركة الدخول والخروج، ومن ثم حذفت التغريدة أيضا. متلازمة النشر والحذف امتدت لتشمل بعض الأمور الدينية والفكرية، إذ نشر حساب قناة العربية السعودية تصريحات للمطران المصري الأنبا بيشوي يتهم فيها بعض الصحابة بتحريف القرآن الكريم، ثم اضطر الحساب إلى حذفها، وكذلك الأمر مع حساب قناة الإخبارية وغيرهما من الحسابات الرسمية الموثقة التي جذفت بشأن بعض الأمور الفكرية. سيظل هذا الارتباك ملازما للنشر الإلكتروني العاجل للكثير من الجهات والمؤسسات السعودية، طالما أن السلطة التي تشرف عليها وتوجهها تعاني هي الأخرى من ارتباك أكبر في سياساتها وتوجهاتها، سواء مع جيرانها أو حتى مع إرثها الفكري والسياسي والاجتماعي الذي تحاول الانقلاب عليه.